هي فاكهة منعشة وصيفية وكلنا مننطرها على الموسم. بحلقة Special Ingredients أو المكونات الخاصة، الشيف رح يعلمنا أطيب الوصفات من فاكهة الدراء. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكلة والله. شو اليوم؟ دراء ولا خوخ؟ الخوخ هلا هو الاسم العربي، اما نعتبر باللغة العربية الإجمالية هو كلمة خوخ. أوكي. اهل بلاد الشام بسموها دراء، اللي هي بتشبه، هي من نفس فصيلة من عائلة الخوخ. الخوخ والمشمش واللوز. طيب شو جايب الخوخ والمشمش للوز؟ من نفس البذرة، لأنه إذا بتلاحظ البذرة الجوانية النواة هذا بس تقشريها طعمتها لوزية أصلاً. مزبوط. بس تقشريها طعمت اللي فيها اللوز. حتى بيقولوا يمكن هذا كله من عائلة نوع من الزهور اللي بيطلع من عليها. هي فعلاً يعني شجرة الدراء أو الخوخ أو اللوز هي أساسها زهرة. إيه فهي بالإجمال. أو اليوم هنعمل كم طبق بالدراء. منهم هنعمل مخلل، هنعمل عجين بيتزا كمان نحط فيها نعملها مع دراء يعني بالإجمال. حلو. نكهة جديدة. وشي مع دجاج، وأكيد حنعمل حتى خبز بالدراء. فهودي كله أشياء فينا نعملهم بالبيت بكل سهولة، خاصة بالموسم. الدراء لما يكون شو بيقولوا يعني مليان السوق منه، فبيكون أكيد أسعاره كتير منيح. أسعاره كتير منيحة. لذلك فينا نعمل فيه كتير شغل حتى للمربى. أوكي. أول شيء حناخد جات نحضر عجينة البيتزا. يلا. هناخد نفس الوقت كاس ندوب فيها بالخميرة. مثل ما عنا هي خميرة خشنة بدها شوية وقت للدوب، فمنحطها مثل عادة بمي شوي فاترة. مي شوي فاترة. طيب هيدا عجينة البيتزا، هي العجينة عجينة البيتزا الأصلية؟ هي زيادة، ما في، ما بنحط فيها شيء. أوكي. ما بنعمل حتى عليها اجتهادات خالصة، هي خبز، هي طحين، مي وملح وخميرة وشوية سكر. بس في اجتهادات يعني شوي منضيف شوية حليب، زبدة، حسب البطاطا الإيطالية. عم نحكي على البيتزا الإيطالية اللي بتجر فيها. هيدي هي العجينة تبعها اللي بتشبه عجينة الصاج، اللي بتشبه كثير عجين خبز سمبل. هلا بنشوف يعني في كثير مطاعم بس مختصة بالبيتزا. اي فبتشوف يعني بتختلف عجينة البيتزا من مطعم لتاني. اكيد. ليه قولك مثلا انه هذا السر؟ هلا هن بالاجمال بيعتبروها سر، بس اكيد اليوم حسب انواع المطاعم، حسب منشا هالمطعم من اي بلد جاي، بتختلف العجينه، بحطوا لها زيت، بحطوا لها بيض، بحطوا لها حليب، سكر، حتى هلا المارجرين، لما المارجرين زبده من الخضار. أوكي. من النبات. كمان تستعمل كثير لانه هذا المارجريتا نوع من البيتزا. اي المارجريتا. ايه فهيدي زبده نوع من الخضار بتجي. هي زبده نباتيه. أوكي. كمان بيستعملوها لانه يمكن بتخلي الخبز اطر شوي لمده اطول. اوكي. هون ذوبنا هالخميره بالمي مع سكر، السكر بتساعد الخميره تشتغل اكثر. يعني هذا مثل ما بيقولوا سر. ما بعرف اذا سر. سكر وخميره شاي. امي بتعمل هيك كمان، ما بعرف اذا سر. شكلك انت الوحيد ما بتعرف يا ملك. ممكن كثير مشاهدين ما بيعرفوا. ممكن شيء. ممكن بس هو على طول السكر بخلي انا تعلمتها من امي مش من المطبخ يعني. اوكي. بتخلي السكر يعني السكر بيساعد الخميره تشتغل اكثر. هناخد شويه طحين. على فكره هيدي قصه انه في كثير سيدات ممكن تشوفهم مجتهدين اكثر من شيف دارس مثلا يعني اختصاصه كشيف. حتى في مسابقات طبخ عالميه بتشوف في نساء سيدات منزل. أكيد. يعني شغلتها تهتم ببيتها وبعائلتها وتطبخ، وبتكون عم تنافس هيك شيفيه شيف، بتوصل لمراحل جدا متقدمه. ما هو بالنهايه مين علمنا الطبخ يعني؟ أنا ما لين تعلمت الطبخ يعني أصلاً. قبل ما يكون في مطاعم، قبل ما يكون في شفية، كان الأهل ما الأم تطبخ بالبيت. شوية سكر هون عن جديد بس لنعطيها قرشة للعجينة. أوكي. شوية ملح. هلا بنشوف صار في عجينة هولويت، في عجينة على الشوفان. 100% البيتزا صار هيك بترضي كل الأذواق. حتى صار في عندك أنواع اللي هن ما فيهم جلوتين معمول. مزبوط. للناس اللي عندها حساسيه على الجلوتين. البكبيت اما معموله من اي شيء ثاني. حناخذ شويه زيت نحط عليها. فينا نستعمل زيت زيتون. هي زيت زيتون. هي بعتقد الايطاليه زيت زيتون. بس نحط زيت زيتون فيها. بس نكزه. بس ولا بتصير مثل البسكت بعدين.
يمكن بس لنسمع اكل ايطالي او اكل اسباني لانه مشهورين هن بزراعه الزيتون، ف لا شعريا دغري بتقول انه اكلهم مليان بزيت الزيتون. أكيد. ما بيستعملوا زيت نباتي يمكن الا بأشياء قليله. نعم. هلا عم نحط هالمي مع الخميره. اوكي كمان بنحط المي شوي شوي، بنعجن هالعجينه دغري مع بعضها. بدي ابلش تشرب هالمي كلها سوا، بنرجع بنزيد مي عن جديد، الخميره الباقيه ما حطيتها كلها. بالعجينه او بالجاتو اي شيء مثل العجينه نضيف المي شوي شوي، السوائل شوي شوي كرمال نقدر نتحكم بهذا المزيج 100%. هلا عمل صفوف او عجينه بالبيت يا شيف؟ عجينه اكيد. هلا بنشوف يعني انا عم بعمل بورشن صغيرة. هلا بنشوف يعني في ماشين كبيرة بالبيت بتعمل كثير بالخبز. لا حتى خبز يعني بتشوفها مثلا عندها كثير استعمالات. اكيد خبز، جاتو، عصير، لحمة. هاي بتيجي اول بيربس. اول بيربس اي فيها بيكون كذا فانكشن. بس اكيد هلا شو بدك العجين احسن شيء لما نعمل على الايد. ليه؟ الواحد بحس بالعجين كيف عم تطلع، بس اكيد لما نعمل كميات كبيرة بتصير صعبة. انه ايه شايف يعني بتصير صافي وبنستعمل على طول مكنه هي اهين بتصير. هلا حناخذ العجينه هون. اوكي نرقع شوي. نلمعها كل هال ايه عشان ما شي يروح دعان يا شيف حرام. هاي العجينه هلا حنحطها ترتاح شوي. نشيلها هون. بكاسه خليها تخمر على مهله. حنحطها فوق الفرن. هلا حنبلش بكبيس البيتش اللي ممكن يكون كثير طيب جنب اللحمه. اه حلو. من وين هذا الكبيس يا شيف جاي؟ انه ما شايفه انا بالبلاد العربيه الكبيس. بس كل شيء بينعمل اكيد مش موجود عندنا، بس اذا بتلاقي مثلا عندك شيء اسمه مانجو تشاتني بالمطبخ الهندي. مزبوط. اما حتى نوع بالمطابخ كبيس المانجا. ايه مطبخ المطابخ الامريكيه بيستعملوا كثير المخلل جنب الاكل، ممكن يكون بيتش، ممكن يكون ملفوف، ممكن يكون اي نوع فواكه ثاني، حتى التفاح، حتى الانجاص بينعمل بيكلز بيطلع كثير طيب جنب اللحومات. اذا عم ناكل لحمه ما بدنا ناكل حدا كثير قرمش كبير، بناخذ حدا شيء خفيف بيساعدنا حتى على التهضيم بعدين. اوكي حنحط خل. حنحط سكر. اكيد على طول الخل والسكر هن اللي بيعملوا الكبيس. على طول يعني اساس الكبيس خل وسكر. شويه مي. حناخذ حب خردل. ليه حب الخردل؟ طعمة نكهة. إذا مثلا ما بنحط حب الخردل شو فينا نحط؟ فينا نحط زعتر؟ إيه بالآخر الزعتر منه حب الخردل هو طعمة قوية، الزعتر هو أعشاب. كل واحد عنده طعمة مختلفة، فأكيد فيك تحط أعشاب معها. أوكي. بس بالآخر بعد ما تستوي. هلا حنحط شوية حار. حناخذ فلفل أسود. حلو هيك كنا نعمل اي نوع كبيس من اي شيء، بس اكيد نحن لانه معودين اكثر على الخضار. هيك عم نتعلم، عم نشوف شيء جديد عم بصير. اجمالا مشهورين ايه مشهورين بلاد الشام بالكبيس والمونه. اكيد بس نحن يعني مش عم نعود الشام او عندنا بالبلاد العربيه. جميع البلاد العربيه اكثر شيء نحن معودين على كبيس الخضار. مزبوط. بس مش كبيس فواكه. طيب صوب المغرب بيزرعوا بيكبسوا جنيرك واللوز. طيب صوب المغرب العربي اي كمان كيف الكبيس بيكون؟ نفس الشيء خضار. ما في نفس الطريقة ببلاد تقريبا. هلا بتفرق يمكن طعمه شوي، بحطوا له يمكن حر اوقات، اما طعمة مثل ما بنعرف حتى بيكبس الحامض. بس بالنهاية هو أنا دايقة كبيس خضار. كبيس حامض اي طيب بس كتير. على الطريقة الهندية يمكن او السر الهندية مختلفة شوي عن المغربي. اما عن المغرب العربي لأنه بيستعملوه كثير مع الدجاج اللي هو اسمه ليمون كونفي، مختلف عن الكبيس اللي نحن بنعرفه تاع حامض كالهندي، بس كثير نكهته طيبه، كثير بتعطي نكهه طيبه حتى للدجاج اما للحمه. أوكي. بقلب الطبخ. هلا هون عم اقطع البيتش. اكيد نحن بنعرف انه البيتش في منه كثير الدرع او الخوخ. اما الخوخ في منه كثير انواع. في منه حتى الالوان جوا بتختلف. مزبوط. في شيء على احمر، في شيء على ابيض، في شيء بيجي اورنج بقلبه، في شيء بيجي مثل هيدي بيضه، في شيء اسمه موارده.
حتى في عندنا الدراء اللي هو بيجي فلات مبلطح. مزبوط، كمان في منه بلبنان، في منه كل سوريا كمان. انا شايفه ضيقه بلبنان دراء هالقد يا شيخ. ايه هذا حسب المنطقه، حسب قد ايه كثير طيبه، حسب قد ايه عاليه عن البحر. كمان بتكبر يعني أكثر. بتحسها دوقت مطيبة. ايه اكيد. وهو يعني اجمالا هذا بيجي موردي بالاجمال. ايه الدراق عنده فوائد كثيره، هلا من خلال خلال الحلقه بنتعرف عليها. هلا هون اكيد حنخلي هيدا يغلي شوي. اوكي. الخل. وحنحط البيتش بقلبهم بس يغلوا لينكبسوا. اوكي. هلا بعدين اكيد هون فيك تعمل ساندويتشز، روست بيف تحطي معهم بيتش. مخلل. فينا نعمل حتى الهام تركي على الوجه كمان، نحط معه الخلل بيعطيه طعمه طيبه. وهيك كثير عم فيه ساندويتشز ناكلهم على خفيف. اما اذا كنا عم نتغدى عم ناخذ روست بيف او شغله كبيره، فينا نحط كيكات بتقرمش حدن. يعني نحن معودين يا شيف اجمالا كعرب بنحب كثير جات الخضره على الطاوله مع الكبيس، حتى بنحب مربين الكبيس شكلهم بالمطبخ هيك. اكيد هيدي المونه زينه، هيدي بيستعملوها ستات البيوت. هلا هون عم يدوب السكر بهالخل. اوكي. نحن مسخر شوي الخل مع السكر ليدوب وليعطونا طعمه اكثر، ليأخذوا يمتصوا طعمه الحار والحب الخردل والى اخره. بتصير اسرع. حنحط هيدي هون. قد ايه بدهم وقت؟ قد نص ساعه فيه. هيدا الكبيس السريع. ايه نص ساعه فيه كله صغير. طب اذا الكبيس ما بتسخنه. بتدوب تدبيب عادي. بتحطيهم على مهلهم لا يعني مثلا الخل مع السكر مع حبوب الخردل مع الحار. بنحطهم بالمرتبين وبنحط فوقهم على البارد، بنحط فوقهم خلص وبنترك عليهم او اي خضار نحن ما مثل الكبيس العادي اللي بنعمله. ونفس الطريقه اي خضار ما نكبسها على السخن. ايه بس مش كله كمان بيزبط، بدنا ننتبه على اللون يعني. مثل شو مثلا؟ يعني الخيار بنحطه هذا بيروح لون الخيار. دغري بيصير اسود. فكمان في اشياء بتنحط فيها عشان تنحط. اوكي. الملفوف بينعمل، البندوره بتنعمل، بس الاشياء الخضراء كثير ممكن هذا تنتزع ويروح لونها. اوكي. وهلا حنحضر حالنا لنبلش بالطبق اللي بعده اللي حنعمل بيتش بريد. يلا. هلا حنبلش بالبيتش بريد. اوكي. كمان جات. كيف يعني بيتش بريد يا شيخ؟ مثل بتعمل بانانا بريد، مثل بتعمل كوكونات بريد، اي شيء. البيتش فيه يكون بقلب خبز، فيه يتقطع ككيك. يتاكل مع القهوه، مع الفطور، مع شويه مربى كمان بيطلع طيب. اوكي. هناخد بيضتين. كنت عم بقرا هيك شوي عن الدراق. ريت معلومه انه الدراق اول ما وصل على الشرق الاوسط وصل على سوريا. ايه بس منين اجى؟ من اليابان يمكن او الصين. من الصين. من الصين. اذا بتلاحظي كل الفواكه هي مزبوط. ايه الخوخ المشمش حتى الكيوي جاي من الصين. ايه فانزرعت بسوريا ومن سوريا توزعت على كافه البلدان العربيه. هي فعلا الدراق يعني يمكن انا من الفواكه المفضله عندي عم الخوخ. غير انه طعمته سكر حلو، السكر الحلو بنشط فيتامين سي كثير عالي. يعني في تقريبا 11% فيتامين سي 100% الحبه. وبموسمه واحد فيه يشكل شوي عن الاورنج جوس. اورنج جوس فيه يعني حتى فيك تعصيه اذا كان نسبه زياده عن 20. طيب بيطلع كثير اصلا. هو مثل العسل بيصير لما يعني يستوي اكثر، يستوي زياده. هون عم نخفق البيض مع السكر الاسمر ليذوب السكر الاسمر. اوكي. فينا نحط عسل مثلا مع البيض. عسل مع البيض نخفقهم لون السكر. فيك. اوكي. لاحظنا كيف غمق لون البيض من وراء السكر الاسمر. لانه السكر الاسمر اذا ما اعطى لون للبيض بيكون سكر مزبوط، فمش منيح. السكر الاسمر بيجي عنه منيحه. هيدي كمان معلومه يا شيف بيجي منه كثير، حتى في عندك لون بيجي غامق اسود اسود لدرجه يعني. طب معقوله مثلا يصبغوا السكر الابيض؟ ليش لا؟ السكر الاسمر اغلى بالاجمال من السكر الابيض العادي. اوكي. لما بيجي من مصادر حتى بلاد لاتينيه اكثر. في على المسكافادو شوجر بيجي كمان اسمر كثير. طيب كثير. اوكي. وفي منه بيجي كثير اسود لدرجه بلاك يعني مش اسمر، اسمر بلاك. حلو. كمان هذيك بيستعمل بالزيارات بحلويات معينه. عنده نكهه مميزه. اوكي. هلا هون خفى قد ايه بهالسكر. عم ياخذ شيء ساور كريم. الساور كريم اذا ما عندنا ساور كريم بالبيت. لبن. إيه؟ لبن بحل محله. شو بنحط له حامض؟ لا لا لبن على الحل. اما بتعمل كريم مع حامض اما بتستعمل لبن محل
وصفة الساور كريم. أنت مرة علمتنا كيف نعمل ساور كريم. هو كريمة حامض. كريمة وحامض. كريمة للطبخ. يعني هي كريم كلمة ساور كريم يعني كريمة حامضة. أوكي. فكريمة للطبخ شوية حامض ونخفقه وخلاص. أوكي. فهون حطينا هال الساور كريم مع البيض اللي عم نخفقهم حنحط شوية زيت الكوكونات. منيح زيت الكوكونات. وبيعطي طعمة طيبة مع ال. كتير منيح للشعر يا شيف. بيستعملوه كثير بالهند. شوف شعراتهم بالهند ضمن سود حلوين عبية وسود وبيلمعوا من ورا ال من ورا ال وحتى في كثير عندهم زيوت انواع ثانيه. شويه ملح صغار. اوكي حناخذ شويه قرفه. ممكن ندخل مثلا نحن الدراق باي حلو من اياه. ايه حتى فيك تعمل فيهم تارت باي مثل بدل التفاح هي ذاته. بوزه مثلا ايس كريم في منهم. في بوزة ايس كريم بيتش. هلا هون حطينا لك حطينا ملح وقرفة طيبة بيطلع القرفة مع الدراق. رح نحط كمان معها موز. هلا حنحط شوية فانيلا. شوية بيكنج باودر. حنحط هلا طحين. الطحين كالعادة بنحطه شوي شوي. بنخفقه. اوكي. مشان ما يعني حتى لو حاطين الكميه مزبوط على الريسبي ماشيين عليها بنحطهم شوي شوي لانه اوقات في عندك الحين بيجي يا هو بقلبه مي اما هو كثير ناشف فبيشرب مي زياده. اوكي فعلى طول يعني نتاكد انه نحط الكميه الطحين شوي شوي من الوصفه كلها لما نحطها. وين الوصفه بتكون يا شيف؟ على الويب سايت اكيد. فبنحطهم شوي شوي حتى لو كان نحن مستعملين الوصفه 100% بنزيد حتى المي بنزيدها كمان شوي شوي لانه اوقات مثل ما قلنا بيكون في عندك طحينه شوي رطب اما طحين رطب زياده بياثر شوي بدك بعد شيء بدنا شوي يلا حط لك هلا بس لا هلا بدك تدوب الطحين مزبوط. اوكي فمثل ما شفت عم دوب الطحين قد ما فيني. هلا كمان اعطوا النصيحه فينا ننخر الطحين قبل كمان هيك بنوفر علينا نخفق ناكد انه ما لحظه يعني بنجيب مثلا مصفايه بنقطعهم من وجه هيك بناكد انه كل الطحين صار بيض. اوكي هيدا هيك بنكون نحن عم يروح من عنا من قدامنا وقت بالخفق 100% بس اذا كان عم نستعمل خفاقه خلص ايه بس افضل على طول هيك بنأكد لانه اوقات اذا نزل كبتوله طحين بقلب المي ممكن تعمل من يعني المي تعمل لها تاثير غلاف ايه بطل تفض من جوا. اوكي هيك احسن. اوكي هيدا العجينه عم نبش عليها تشبه عجينه الانجلش كيك. بعد بدك شو؟ لا خلص. اوكي هلا هي حطها هون حناخذ الدقائق يلا هنحط مقلية قليهم شوي صغيرة ستي خلي هالسكر يطلع طعمتها منهم. اوكي لما نكرملهم هلا حيطلع طعمة سكر اكثر منهم. شفتي انا منقى اكيد الدغاء يكون كله مستوي اطيب اكيد لانه بدنا السكر تبعه يطلع. في منهم بياكلوا بذر الدراق اذا مستوي ما هو مثل اللوز طعمته. في يكون في منه مر في منه مش مر. حتى بسمع انه كمان بذر الدراق عنده كثير فوائد مثل يعني مثلا كثير منيح للبشره كمان بحارب انواع من السرطانيات. هو الدراق بحد ذاته انه في كثير فيتامين سي مزبوط اكيد هو مستوي وانتي اوكسيدنت كمان فبيساعد حتى في بقلبه كثير مي فكمان كثير مهم للمعده لعمليه الهضم مثل الخوخ. من هي الخوخ مثل ما قلنا هو من اهم ملينات معويه. على طول يعني ناخده مثلا ورا الاكل فبهذا الشيء بيساعدنا انه نهضم اسرع مش دغري بعد الاكل على طول الفواكه شي ساعه ايه لانه كمان الفواكه فيها حوامض ممكن تخلي الاكل ما ينهضم بالمعده هيدي كمان من اسباب اوقات واجمالا يعني على طول ناخذ الفاكهه او الحلو بعد بساعه او القهوه حتى بعد بساعه. في كثير ناس بيشربوا شاي دغري ورا الاكل بس بسمع انه هذا الشيء عنده تاثير لانه الشاي على طول بيسحب الحديد من الجسم والفيتامين ما بعرف قد ايه بس على طول هي النصائح من كل الدكاتره الاطباء يعني خذوا هالحلو اما الفواكه اما الشاي بعد بساعه تقريبا بعد بساعه ليكون تمت عمليه الهضم شوي على الاقل بالجسم. هلا هون حناخذ كمان موز معهم كمان الموز استعملته شوي مستوي اكيد بستعملوا الموز الاخضر اذا بدي اطبخه مع اللحمه اما شغله بستعمله يكون شوي قاسي ليه يعني؟ حتى ما يفرط بقلب الطبخه يضل مبين. اوكي هلا كمان هون فعلى الحلويات بناخذ الموز المستوي والطبخ الموز القاسي رح اخذ واحده انا. هلا
هنحط شويه زيت زيتون، هناخذهم كلهم سوا نحطهم مع بعضهم. منيحه انا على بكره من الصبح موزي يا شيف. اي اما بالليل حتى مش كمان منيحه، وحتى قبل الرياضه يعني اذا ما ناخذ نشاط او انرجي من هالموز بناخذها وبنتحرك. اكيد اذا ما ننام بناخذها وبنقعد كرمال تساعدنا على الاسترخاء. هناخذ هلا صينيه، هناخذ شويه زيت، كان نستعمل زيت زبده. ايه زبده، حتى كانولا اويل اذا بتحبي. زيت زيتون عنده نكهه مميزه مع الحلويات، طعم كثير طيبه بتطلع. فيها هيك شوي حبه صح؟ حديه ريحته حلوه. هلا هون بدك طحين شاي عم نقليهم. ايه هناخذ هال نحطه بكعب. اوكي ناخذ هالعجينه قد ايه بيطلع حتى شكلهم حلو لما هلا بس نسكبهم يمكن نقلبها او نشيلها بيطلع شكلها حلو. حتى فينا نحط مثلا فاكهه مجففه صح شيف؟ مكسرات شوكولا جوز شوكولا جوز لوز اي شيء بيروح معهم كله طيب. هلا هون أهم طريقة أكيد فينا تفوت كلها بالجوا بالبر. هون حنحطها بالفرن 180 درجة 25 دقيقة. حنرجع نرتب الدنيا ونبلش بالطبق بالدجاج. يلا طبعا من الدجاج. اوكي اول شيء حننقع الدجاج بعدين نعمل له صلصه. كيف بتعملي توميتو صلصه تبع المكسيكان فود؟ اوكي عاده هذا البيكو دي جايو بندوره بصل فليفله بنحط تحت الدجاج الحار من شغله. نفس الشيء فيك تستعملي الدراء اما الخوخ اللي عم نعمله تستعمليه يكون هو صلصه. اوكي بتحطيه حد سمك اذا كان سمك شوي حار، بتحطيه حد الدجاج اذا كان شوي طعمته ايجين فبيعطيها طعمه طيبه. اوكي هناخد اول شيء جاط لنبلش ننقع الدجاج. هلا نحن عم نعملها على طريقه اسيويه تقريبا. انا عم شوف هون شو هيدي صويا ولا فش؟ هذا بلسمك. بلسمك وخل وفي عندنا هيدي سويت اند ساور ولا لا؟ هيدي بيتش، هيدي خوخ يعني بيتش جام بس كمان مربى بيجي اسيوي. اوكي مربى الدراء الاسيوي بنلاقيه بالسوبر ماركت. اكيد ما بنعمل وصفات اذا ما كانت موجوده بال يعني بسهوله بنقدر نلاقيه بالسوق. وانا بنكون عم نعذب المشاهدين طبعا اكيد بانجريدينس ممكن يعني مواد ممكن ما يلاقوها. ممكن انت مثلا تستبدل مواد بمواد اكيد. هلا هون حطينا تون. أوكي. حطينا روزماري ناشف. اوكي هذا شويه خل. بالمغرب في عندهم طبق اللحمه مع الخوخ او المشمش صح او الدراع. المشمش الناشف البخوخ اسمه. ايه كان بينحط مع الغنم اوقات. فينا نعمل نفس الطريقه نحن مع الدراء يا شيف؟ فيكي اذا بتلاقي الدراء ناشف، اما بتحطي ساعتها الدراء كايتم بقلب الطبخه يكون يعطيها نكهه، اما بتكبسيه مثل ما كبسناه من شوي بصير طعمته شوي بتغير طعمه الغنم، لانه الهدف من الدراء انه يغير طعمه هالغنم القويه مدهنه اما شغله. اوكي بخفف طعمه الدهن فيها. اوكي هون حطينا توم لكن خل روزماري. حنحط شويه فلفل اسود، حنحط ملح، شوية سكر مع مخفق. مننقع الدجاج هيدي 100%. كتير
كثير بنلاقي منتجات للبشره من الدراء يا شيف. اكيد على طول بتشوف، ما بعرف اذا روح على محل مثلا صيدليه او شيء بلا ما اروح حتى شامبو كمان. اي مزبوط، لانه بيتي بيصيب قلبه كثير عالي من الدراء. ايه، وبلاد اللي فيها شمس مثل عندنا، نحن عايشين بالامارات، البلد القوية الشمس بوجع على طول، بده فيتامين سي حتى واحد ضل ما يختير. بتعرف انا بعمل ما ختير، فبستعمل على طول الفيتامين سي بحارب ظهور التجاعيد على البشره. فهيدي هي الفكره تبعي، عشان هيك بعرف. هلا بطلت الاهتمام بالبشره بس تقتصر على النساء، لا هلا رجال ونساء، وحتى يعني صرنا نشوف في كثير ماركات عالميه كمان مثل ما بتطلع للستات، للستات كمان بتطلع للرجال. اخذنا هيدا الدجاج، هلا حنقعه. اوكي، حطوه هون للنقعه اللي عملناها من شوي، خليه ينقع. حنبلش نحضر البيتش صلصه. البيتش صلصه حنستعملها مانجا كمان. طلعتين، بنغير الطعم. هيدي من وين جايب المانجا يا شيخ؟ هيدي استراليه بس تكون هيك لونها اورنج. حصريا صفرا، هيدي استراليه من استراليا. ليه شو بيفرق طعمتها؟ شوي حلوه اكثر، العروق اللي بقلبها اخف. طيبه للطبخ صح؟ لا ما عاد كمان تستعمليها اكل، في سمنه طبخ تستعمليها اكل. لانه مره كنت عم بعمل تشيكن مانجو واستعملت مانجا وما كان كثير طعمتها طيبه بالطبخه، فكرمال هيك عم بسال وحبيت الفكره. هو حسب في عندك جرين مانجو مثلا. الجرين مانجو بالمطبخ التايلاندي يستعمل كثير جرين، ما بيكون يعني بقلبه الحلو. عندك المستوي الاشياء للطبخ، عندك اشياء للبيريات عمل فيها حلو معين، فكل كمان هي هدف استخدامها مش انه مانجا يعني بس مانجا هيدي هي خلصت. فالهدف منها شو هو؟ لا اعرف شو بدي استعملها. بس هلا لا خلص صرت اعرف، جيب مانجا استراليه شوي طريه كرمال اطبخ فيها. حتى المانجا الافريقيه في منها للطبخ، مش كله بس انه استرالي بيزبط للطبخ، قصدي يعني حسب قد ايه مستويه، حسب قد ايه فيها. حتى ما ننسى المانجا المصريه اللي هي كمان من اشهر المانجيات بالعالم. طيبه كثير. وطيبه كثير، كمان فيها في منها مستوي كثير، في منها بس للاكل. حسب البذره تبعها. هلا حناخذ بصله ناعمه. كان قبل غريب علينا نحن بالبلاد العربيه انه ناخذ اطباق فيها فاكهه، فيها عسل او فيها نوع من الطعمه الحلوه، بس هلا لا صرنا مثلا بظل انفتاح المطاعم والمطابخ الموجوده ببلادنا الاجنبيه، فبتشوف انه لا عم ناكل اطباق مالحه وبنفس الوقت حلوه. وقت اول مطبخ تعرفنا عليه هو المطبخ الصيني بالاجمال، ومحبوب كثير يا شيف. ايه، لانه سويت اند ساور بيعملوه. فهو هو من 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 اهين الاطباق اللي تعلمناها باول ما بلشنا نشوف اكل غير عربي. اكيد بعدين اجى المغربي، اجى الاكل اللي بقلبه حتى كوري بالاجمال الاسيوي، في بقلبه كثير من هالطعمات المختلفه. حناخذ هلا مانجا، ناخذها هيك. اكيد هيدي شايفة من البذره، البذره نشيلها، نشيل هالأشياء عنا. نعملها سلايسز؟ لا حنعملها دايس صغير. اوكي، لو نعملها صلصة، الصلصة عادة بتكون ناعمة. اوكي، قطعها شوي ناعمة. حتى فوق البصلة، فنحن متفاجئ إذا بناكل بصل مع الفواكه، بس ما هي عم بتطلع إنه بصل ومانجا ببلاد برا شيء كتير طبيعي، بيعمل صلصة فيه. أوكي، إجمالا يعني البصل والثوم من أساسيات الطبخ بكافة أنحاء العالم 100%. فلذلك بيعطوا، بس هلا كمان عم تاخذي فواكه مع بصل. اوقات بتكون يعني مثلا في عندك بلاد باسيا بيستعملوا الخيار مع الفوت سالاد، بتعمل سلاده فري بحط فيها خيار. كمان هيدي مثلا نحن عندنا مش موجوده سلاده فري بقلبها خيار. ايه، لانه الخيار هو اكثريته مي، وحتى بتحس طعمته يعني مثلا منا حد الخيار. ايه اكيد، فلذلك فبيلبق. مش عجيب اذا كانوا عم نخلط هالامور مع بعضها. مثل ما بنعمل نحن بطيخ وجبنه، فنفس الفكره. بس تقريبا يعني بتختلف شوي. اوكي، هلا حناخذ دغراق للصلصة. استعملت دغراق شوي قاسي. ليه؟ حتى ما يتمعص بقلب الصلصة وما يبين شكلها. يضلوا حجمه مثل ما هو. مية مية. اوكي.
انت اي اكثر نوع دراء بتحبه يا شيف؟ كيف يعني؟ يعني مثلا نعرف انه في كثير انواع من الدراء. بحب اللي لونه اورنج من جوا. ايه. والمواغد بموسمها، المواغد اللي بيجي ابيض مثل هذا يعني. امتى موسم الدراء اجمالا؟ كله بالصيف من يعني من اخر من نص الربيع لاول الخريف تقريبا. بيطلع الدراء بكل انحاء العالم. هي الصين يمكن اكبر منتج للدراء بالعالم. لهلا. ما شاء الله عليهم بالصين يعني يا شيف. بس بتعرفي مين ثاني بلد؟ مين؟ ثاني بلد هو ايطاليا. تخيل قد ايه بياكلوا دغراء يعني. فلذلك عم نعمل بيتزا فيها دغراء بعد شوي. معقوله هيدي من المطبخ الايطالي بيتزا بدغراء؟ ممكن، ما ننسى انه بياكلوا بالمطبخ الايطالي بياكلوا الدغراء مع الكولد كاتس، كل شيء لحومات بارده من اطباق الهسيين. اوكي. هلا هون حناخذ شويه حبق. حط معها. هلا بتشوف بكل مطبخ في حبق. على طول السيده بتزين مطبخها بالحبق او جنينتها. ريحته حلوه. ريحته حلوه الحبق، يكون بس ريحه للبيت طيبه كثير. وبنفس الوقت بالطبخ. بيعطي نكهه هيك فريش، صح؟ 100%، وهي بقلبه شويه حديه كمان. هالحديه كمان بتميز الاكل. هنحط معها الحبق. شوية بلسمك فينيجر. اوكي. هذا البيتش جام. كيف بنعمل طيب نحن مربى البيتش يا شيف؟ مثل حي الله مربى، بتنعمل عطر كل كيلو فواكه بده نص كيلو سكر. اوكي. وبينخلطوا مع بعضهم. بصير عندنا شيء اسمه بيتش جام. طيب والكومبوت هو نوع من ال سيرب، سمبل سيرب، يعني بتعمل قطر خفيف. والطعم اللي بدك اياه بقلبها وبتحط الفواكه فيها مثل ما عملنا هلا بالمخلل. بالمخلل بنحط على مهله، يعني ينقع على مهله. اوكي. حطينا الحبق، حطينا هيدا، حطينا زيت زيتون، بهار اسود. شو هالسلطه الطيبه؟ شويه ملح خشن، قلبها كلها مع بعضها. فينا اي سلطه نحن بالبيت نزيد لها مثلا مانجا، نزيد لها ذراء. بس كمان نرجع نقول نتفنن شو بده يكون حجم الدراءة، اما قد ايه درجه استوائها هي نتحكم فيها نحن. اوكي. هون هيدي الصلصه تبعنا صارت جاهزه. حنجيب الجريل نشبه الدجاج تبعنا ونقدم تبعنا. يلا. هاي الصلصه اللي نقعنا فيها الدجاج. هي فيها خل كمان. الخل شو بيساعد؟ يطر الدجاج، يطر، يعطي طعمه بالنهايه، فيه فيتامين سي كمان. حنشوف الجاتو تبعنا بالفرن. يلا. شو يا شيف؟ بعد بده شوي. اوكي. كمان شويه زيت هون بيدخنوا. هلا هون عم نشوي هالدجاج على طول، يعني بتلاقي عند ستات البيوت في عندهم هيدي الخزانه الصيدليه، لازم كل بيت اللي فيها كل ادوات الاسعافات الاوليه اللي ممكن تستعمل بالبيت. حيلا شخص اذا عايش لحاله، ست بيت عنده اولاد، اما رجال مغترب عايش برا لحاله، اهم شيء بالبيت يكون عندك هول الاشياء. لانه بتعرف اصابه عزوم وقت، يعني نحن اكيد بالمطابخ مجبورين طبعا بالقانون يكون عندنا بكل سكشن شو اسمه بسموها فيرست ايد كيت، يعني اسعافات اوليه. اسعافات اوليه منها دواء الحرق، الزائل الجروحه، حتى الخفوف الصغار بنحط على الاصبع للجرح. بالمطبخ ممنوع تشتغل اذا الجرح مضبوط، اذا في جرح بالاصبع. بس في خفوف صغار يعني على قد الاصبع، في حال في الزائقه بيحطوا حتى ما يصير في تسبب دم على الاكل. طبعا على طول يعني هون بالامارات بتشوف ما بيعطوا ابروفل لاي منشا، اذا كان مدارس، مطاعم، كومباوندز، اي شيء بيعطوا ابروفل على طول. بتجي الاطفائيه بشيكوا كيف اذا مثلا هالناس اللي بهالمجمع بدهم يظهروا، بهالمحل بدهم يظهروا، فبيقدر بيعطوا ابروفل ومن هون اكيد لانه سيفتي اهم شيء. طبعا الامان، يعني اليوم عايش ببنايه ما بدي انأذي باي شيء، لذلك هذا هو الشيء المهم. الدجاج مثل ما تسمع بيستوي هلا. اوكي. اكيد حنخلصه يستوي
ونقدمه. يلا وحنحضر حالنا لنبلش بالبيتزا. بيتزا فينا صحن بليز. اي واحد بدك يا شيف. يلا فالدجاج اكيد على الشوي ننتبه على الحراره تبعه على طول. كيف بنحط حرارتنا مشان ما يحترق معنا؟ هلا علمناه. اوكي. فخففت الحراره عليه حتى ما يحترق من ميله. ما ننسى هيدي النقعه اللي عملناها فيها شويه سكر. مظبوط. فبتكمل بسرعه. كل شيء بنزيد له سكر بياخذ لون اسرع. 100%. او حتى اذا كان في سكر بالطبق كمان بيعطي الدجاج لون اسرع. في سكر حيعطيها لون اسرع كرمال يعني. اوكي. حناخذ هلا الصلصه تبعنا. حناخذ الدجاج. حط اول وحده. هيك الدجاج بيتشرب اكثر طعمه هالصلصه. نحط الثاني. نشيل هاي من هون حتى تنزي حالنا. نحط هاي الصلصه. بيروح معها حتى هيدي. فيك تحط شويه شيري توميتو بيطلع طيبين معها. ماشت بوتيتو حدا. ماش بوتيتو بطاطا بس مشوية بتطلع كمان طيبة. هيدا حبق لأنه استعملنا حبق. للزينة. للزينة. شوية طبق أسود. كمان للنكهة. شوية ملح. هذا الطبق تبعنا خلص. أوكي. حنرتب قدامها نجيب العجينة البيتزا ونبلش نحضر البيتزا. يلا. هلا اول حلقه عجننا عجينه البيتزا اللي هلا صارت مرتاحه. هلا وقت الطهي بنشوف الخميره بس نحط فيها كيف بتصير تغيير العجينه. شوفي الطريقه بايدي شفتي كيف صارت تسخن على الخميره. الخميره هذه هي شغله لما تحمى بتصير تعطي حراره بقلب العجينه. اوكي. حتساعدنا هلا يعني مثلا سيده من خلال ما تشوف انه حراره العجينه طلعت يعني الخميره اشتغلت 100%. هلا حنعمل هالبيتزا. البيتزا هي حكون فيها حنستعمل ما حنستعمل معها بندوره. لانه فيك تستعمل بندوره مع البيتش عادي. نحن حنغير شوي حنستعمل ساور كريم. اوكي. حنستعمل معها فريش موتزاريلا، اعشاب حبق وشبت وحبش. الحبش فيك اكيد هون بدليه تحطي محله برزاولا مثلا. بتحبي برزاولا؟ البرزاولا هي اللحمه المدخنه من البقر. اوكي. حناخذ الطحين. يعني كيف ما تفننا بالبيتزا بتطلع طيبه. اكيد بتعرف قد ايه خبز بالاجمال كلنا بنحبها، الاولاد بحبوها وكثير بحبوا انهم هن يعملوها. يعني مثلا انا ابني بيقول لي يلا انت عم نعمل بيتزا كرمال يعجن، بحس حاله عم يعمل شيء. فقد ايه حلوه هيك بجمعه العائله نعمل بيتزا داي مثلا. اكيد نعمل لهم بيتزا انواع. هلا هي الانواع مثل شو انت مثلا بتحبي تعملي؟ لا اعرف مثلا بعمل وحده مارغريتا لانه الاولاد بحبوها. كيف بتعمل المارغريتا؟ صلصه بندوره. ايه؟ بقلل بصل مع شوي لحمه مع شوي بندوره وبحط لهم صلصه، بحط لها اعشاب متنوعه وبحط لها بيزل. اوكي. وبحط على العجينه وبحط مثلا ثلاث انواع جبنه. ثلاث انواع جبنه. امرار نوعين جبنه حسب ما يكون عندي بالبيت. ليه ثلاث انواع جبنه على المارغريتا؟ مو بعرف هيك. المارغريتا هي نوع واحد موتزاريلا. اوكي. بس هذيك صار اسمها. بس امرار مثلا بعملها موتزاريلا وتشيدر، هيك شوية تشيدر بالنص. امرار مثلا بعمل فريش موتزاريلا وموتزاريلا مبروشة. ما شفتش حدا ايطالي عم تحط تشيدر على البيتزا. عمل لك مشكلة. ينتحر. ليه؟ الشدر هي جبنه انجليزيه 100%. بس انه طيبه والولاد يعني كثير بحبوا الشدر. هلا نعمل البيتزا بهالصحن. اوكي. حناخذ العجينه بنحطها. حتى امرار اللازانيا اذا كنت عم بعمل لازانيا بخضره بحط شوية شدر على النص. عن جد ما تحكي قدام حدا ايطالي. اوكي. ممكن. وعد. ممكن عن جد يعمل مشكلة. بتعرف انه بقول لي حقوق البيتزا الايطاليه مش رح هدر. حيلا اكل ايطالي الايطاليه بالتحديد كثير فخورين باكلهم لدرجه يعني. حقهم شيف يعني اكلهم منتشر بجميع انحاء العالم، وين ما تروح في بيتزا في باستا في اكل ايطالي فحقهم. واكل اصلا يعني هو يمكن اساس الجاسترونومي.
هو البيتزا الايطالي، البيتزا الايطالي. الاكل الايطالي هو اللي انتقل، هو اللي حط لنا هلا الاسس اللي احنا بنشتغل عليها. حناخذ هال والمطبخ الفرنساوي هو اخذها من الايطالي. اوكي هلا بيزعلوا الفرنسويه شوي، بس شو بدي اعمل؟ هيدي هي بس هن الفرنسويه اول ما حطوا ريسيبي صح؟ 100%. الايطاليه هن اللي حطوا، هن اللي عملوا الطبخ مثل ما احنا بنعرفه اليوم. واجوا بعدين الفرنسويه عن طريق الاميره اللي نقلت من ايطاليا، تجوزها اميره فرنساوي، اجت على فلورنس. بفلورنس جابت الشيفيه طبعا معهم، هونيك بلشوا يطبخوا. الفرنسويه استعملوا هالطبخ ليعملوا فيها وصفات ويبلشوا يمغروها على كل صوره كده. اوكي ينشروها. ومن وقتها الفرنسويه مشهورين كثير بالجاسترونومي. حتى بفرنسا في عندك شخص اسمه وزير للطهات يمكن. وزاره تتعلق بالاكل، لانه اكيد كمان الفرنسويه كثير فخورين بتاريخهم بالاكل. طبعا اكيد. حطينا حبق. اوكي شومر. شويه شومر. في كمان صلصه بيضة تانية بس ما بعتقد هي ساور كريم. بشاميل. بشاميل. عادي. نعمل البشاميل بالبيت مثلا. عادي. في كمان صلصه الباربيكيو. صح؟ ما بطلت عم تعمل بيتزا ايطالي، صرت عم تعمل ايه؟ لا اجمالا بالبيتزا دي خصوصا يعني لما نكون العائله مجموعين بنعمل احجام مختلفه من البيتزا ونكهات. ايه اكيد، بس البيتزا الايطاليه بتعتمد اكثر شيء على صوص البندوره، الخضار الطازه. الخضار الطازه مثل ما هن بحطوها ولا قبل بوقت مثلا؟ حسب شو هي النوع. في اشياء بيشوها، في اشياء بتنشوى، في اشياء مثل شو؟ الفطر، الكوسه، كله بده ينشوى قبل هيدا. مثل عم حط بندوره لا ما بدها شوايه مثلا. هيدي البيتش تبعنا رجبت، ناخذ بعد شقفه. يعني هلا النتشه رح تكون هيك سويت اند ساور 100%. حناخذ هلا شوية بهار اسود على الوجه، شوية ملح، شوية ملح صغار، هيدي الجبنه. ناخذ كمان هون كمان ما نخاف نكسرها بيدينا موزاريلا. هون هيدا موزاريلا فريش، عادة فينا للبيتزا اللي بنشوفها بالمطاعم الإيطالية أكيد عم نحكي باب أول بيستعملوا سامي فريش. أوكي. للبيتزا وبيستعملوا من هيدي مع السامي فريش. أوكي. آخر وحدة إكسترا تشيز. هلا حنحطها بالفرن 180 درجة لتستوي العجينة تقريبا، بدها شيء لأنه عم نعملها فرن مش فرن بيتزا، بدها شيء 12 دقيقة. ليه شو الفرق بفرن البيتزا وهيدا الفرن؟ فرن البيتزا عم تحطي على بلاطة دغري، عم تاخذ حرارة بسرعة دغري بتستوي. هون بدنا يسخن الصحن قبل ليبلش يسخن. بسمع إنه على طول لازم نحط حرارة الفرن على أعلى درجة. أكيد. أوكي. هلا حنحطها بالفرن، ما حطينا زيت زيتون عليها. أهم شيء زيت الزيتون شوي صغيرة بس بيعطيها شوية لون ونكهة، وكمان بساعد من فوق هالجبنة تدوب بطريقة أطيب. آه. حطها بالفرن. بعد 12 دقيقة 15 دقيقة بنشيلها أكيد وبندوقها. ومع هاي البيتزا بكون أنا خلصت اليوم وصفاتنا من الحلقات الخاصة بالمواد الخاصة اللي هو اليوم الخوخ أما الدغرة. اوكي ذكرينا على السريع شو عملنا؟ اليوم عملنا مخلل الدرع، عملنا بيتش بريد، عملنا الدجاج مع سلطة البصل والخوخ. أوكي. والمانجا، وأخيرا عملنا البيتزا بالموتزاريلا والدرع. صحتي على قلبك. الدرة وأطيب وصفاته مننهي حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالوصفات اللي قدمنا لكم إياها. ما تنسوا الوصفة الكاملة موجودة أونلاين أكيد مع رشة حب. شوفكم بحلقة جديدة. باي باي.